اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة وردة مجسمة بطريقة سهلة وبسيطة. نجيب خيط ونعمل الدايرة السحرية، بعد ما عملنا الدايرة السحرية هنرتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4. هنعتبر 2 سلسلة غرزة نص عمود، وال2 سلسلة الباقيين سلسلتين من غرزة النص عمود. هنلف الخيط على الإبرة وهنروح ندخل جوه الدايرة وهنعمل غرزة نص عمود، يبقى كأني عملت سلسلة غرزة نص عمود، سلسلتين غرزة نص عمود. بعد كده هعمل سلسلتين وهشتغل في نفس الدايرة غرزة نص عمود كمان. سلسلتين غرزة نص عمود. كده عملت 3 مرات، 3 زوايا. هعمل كمان 5، هعمل سلسلتين غرزة نص عمود، سلسلتين غرزة نص عمود جوه الدايرة، هرتفع سلسلتين وادخل جوه الدايرة واعمل غرزة نص عمود. كده 1 2 3 4 5 6، هعمل سلسلتين وهعمل غرزة نص عمود. كده اتكون معايا 7 فراغات، هرتفع كمان سلسلتين واقفل الدايرة. وهعد سلسلة 2 وهدخل في السلسلة التانية في السلاسل الارتفاع اللي كنت عملتهم وأعمل فيها غرزة منزلقة، يبقى كده اتكون معايا 8 فراغات. 1 2 3 4 5 6 7 8 من النصف عمود من السلسلتين. يكون معانا بالشكل ده كده. دلوقتي هندخل بالإبرة في أي فراغ 2 سلسلة وهنسحب اللون اللي احنا عايزين ندخله. بعد كده هنرتفع السلسلة 2 3 وهندخل في نفس الفراغ اللي هو ال2 سلسلة اللي احنا دخلنا فيه بالإبرة، وهنشتغل 4 غرزة عمود بلفة. بعد ما ارتفعت 3 سلسلة هدخل في نفس الفراغ واعمل 4 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4. هطلع من الإبرة بالحلقة بتاعت آخر عمود بلفة. وأنا كنت عملت هنا سلسلة 2 3، هدخل في 3 سلسلة واسحب الحلقة بتاعت آخر عمود بلفة أنا عملته واطلع من 3 سلسلة بالشكل ده كده. يكون معايا حلقة منتفخة بالشكل ده كده. بعد كده هشتغل 2 سلسلة واروح لفراغ 2 سلسلة اللي بعديه، هشتغل فيه 5 غرزة عمود بلفة. 1 2 3 4 5، وهطلع الخيط من الحلقة، الإبرة من الحلقة من آخر غرزة عمود بلفة، وهروح عند أول غرزة عمود بلفة
واسحب الحلقة بتاعت اخر غرزة عمود بلف. وبعد كده بشتغل 2 سلسلة وبلف الخيط على الإبرة، بروح عند فراغ الـ2 سلسلة اللي بعديه وبشتغل فيه 5 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 5 وبطلع بالإبرة من الحلقة، بروح عند أول غرزة عمود بلفة وبدخل فيها وبسحب الفتلة بتاعت آخر غرزة عمود بلفة وبسحبها من الحلقة اللي أنا دخلت فيها. وبعد كده برتفع 2 سلسلة وبكرر نفس الخطوات، بشتغل 5 غرزة عمود بلفة، 1 2 3 4 5 وبسحب الإبرة من الحلقة وبروح عند أول غرزة عمود بلفة وبسحب الخيط واطلع من الحلقة بالشكل ده كده. وبعد كده برتفع 2 سلسلة وكرر نفس الخطوات. انا المفروض عندي 8 فراغات، 2 سلسلة هيكون عندي 8 بتلات كده، عملت 4، فاضل لي 4 هكملهم بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور وعملت في اخر فراغ 2 سلسلة نفس اللي كنت بعمله في اللي قبليه. وبعد كده ارتفعت 2 سلسلة، هروح هنا عند الراس بتاعت اول بتلة عملتها وهعمل فيها غرزة منزلقة. بعد كده هرتفع 4 سلسلة، 2 3 4 وهشتغل، هنتقل لفراغ الـ2 سلسلة وهشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، ان انا بدخل جوه الفراغ وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الإبرة، كمان مرة بلف الخيط وبطلع من حلقتين كده، دي تاني مرة، تالت مرة بلف الخيط وبطلع من حلقتين، بيتبقى بقى معايا 4 حلقات على الإبرة، هلف الخيط واطلع من الـ4 حلقات مع بعض. وبعد كده هرتفع 3 سلسلة هعمل غرزة بيكو، هدخل جوه الـ4 حلقات اللي انا طلعت بيهم من الإبرة واسحب الخيط وبعمل غرزة منزلق. وبعد كده برتفع 4 سلسلة وبدخل في نفس الفراغ وبعمل غرزة منزلق، يكون معايا بالشكل ده كده. وبعد كده برتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4 وبروح عند فراغ الـ2 سلسلة اللي بعديه على طول وبعمل فيه 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، بلف الخيط وبطلع من حلقتين كده أول مرة، بلف الخيط وبطلع من حلقتين كده تاني مرة، بلف الخيط وبطلع من حلقتين كده دي تالت مرة، بيتكون معي 4 حلقات على الإبرة، بلف الخيط وبطلع من الـ4 حلقات مع بعض. بعد كده بعمل غرزة بيكو ان انا برتفع 3 سلسلة وبدخل جوه الـ4 حلقات اللي انا طلعت بيهم من الإبرة وبسحب الخيط وبعمل غرزة منزلق. بعد كده بشتغل 4 سلسلة بدخل جوه نفس الفراغ الـ2 سلسلة وبعمل فيه غرزة منزلق كده، اتكونت معايا تاني ورقة للوردة. بعد كده بشتغل 4 سلسلة
بروح عند فراغ الاتنين سلسلة اللي بعديه بكرر نفس الخطوات، ان انا بشتغل فيه 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده، اول عمود كده، تاني عمود كده، تالت عمود، وبعد كده بلف الخيط وبطلع من ال4 حلقات مع بعض. وبعد كده بعمل غرزة بيكو ان انا برتفع 3 سلسلة وبدخل جوه ال4 حلقات اللي انا طلعت منهم، بعمل غرزة منزلقة، بعد كده برتفع 4 سلسلة وبدخل جوه نفس الفراغ وبعمل فيه غرزة منزلقة، وبفضل مكملة كده بنفس الطريقة. المفروض معايا 8 ورقات للوردة، هيتكون معايا 8 ورقات شجرة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر الدور، وهرجع لكم اوريكم القفلة بتتقفل ازاي. وصلت لنهاية الدور واشتغلت اخر ورقة وعملت اللي هي غرزة البيكو. بعد كده ارتفعت 4 سلسلة، هدخل في نفس المكان اللي عملت منه واعمل فيه غرزة منزلقة. كده عملنا مع بعض وردة مجسمة، شكلها جميل وجديدة. بعد كده بنقص الخيط الزيادة بقى، ممكن نشبكها وحدات ونعمله مفرش مجسم جميل، ممكن نستخدمها للتزيين. وردة شكلها جميلة وشيك. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.